هذا اللقاء في انتظار صافرة حكم المباراة في هذا اللقاء الودي بين الفريقين والاستعدادات للفرق، يعني تستعد تماما لانطلاقة الموسم الكبير المنتظر سواء الدوري الأسباني أو في الدوري الإيطالي. فريق نابولي الرقم الذي يحاول أيضا دائما في المنافسة على لقب الدوري، وأيضا الفريق الذي يأتي مع الأسماء الموجودة في هذا اللقاء. اللاعب اللي أمامك الآن لاعب مارتينيز الحاضرة معكم أيضا مع المباريات القادمة بحول الواجد اليوم في هذا اللقاء، وأيضا في المباراة الماضية عندما شارك أمام فريق يلعب اليوم بطريقة 4-4-2. هنا الكرة والمحاولة، لكن الكرة الماضية أيضا عدت وإلى خارج أرضية الملعب. أكيد يعني تواجدهم اليوم هنا في الولايات المتحدة للترويج، وأيضا يعني تتكلم عن هناك عاشق لفريق برشلونة، هناك من يندمي ويلمس الاسم الصغير الحاضر أيضا في صفوف فريق. هنا الكرة الآن والمحاولة في الجهة اليسرى، نقل الكرة، هذه خطيرة، لكن الكرة الماضية اصطدت، عادت وإلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. الكرة الماضية مع اللاعب زيلينسكي يلعبها، فيها محاولة، هذه خطيرة لصالح فريق نابولي، لكن هناك الراية، هناك الصافرة والراية حاضرة في اللقطة الماضية مع من خلال هذا اللقاء. هنا العرضية فيها تسديدة قوية، فيها محاولة، لكن الكرة الماضية عدت، الكرة الماضية عدت والمحاولة كانت حاضرة. المحاولة الأولى مستمرة لصالح فريق البرشا، نقلات، يعني هذا ما تعودنا من فريق برشلونة الحاضر في هذا المساء أمام فريق الكتالوني، فريق برشلونة. لاحظ التدخل في اللقطة الماضية، التدخل كان دائما ما تشاهده يتقدم ويحاول الآن، محاولة مستمرة مع سجل الهدف في التوقيت، يعني ربما كان التوقيت الأخير. لاحظ الكرة الأخيرة والمحاولة الأخيرة، لكن الكرة عادت للعارضة وإلى خارج أرضية الماضي في الدوري. الكرة الآن تعود، محاولة الآن قائمة مع إنيستي، يحاول فيها الكرة في مكان التسديدة، لكن برافو لحارس المرمى إنسيني في اللقطة الماضية. محاولة قائمة الآن، هذه خطيرة، هل فيها جول، فيها تسديدة، لكن الكرة عادت إلى حارس المرمى. بدأ الآن فريق نابولي يتقدم، بدأ الفريق الإيطالي يتقدم من الأمام ويحاول نابولي بنتيجة 5-0 في مباراة أيضا جماعة. الهدف الأول في هذا اللقاء، يعني حلاوة ومتعة الكرة دائما، يعني الأهداف للتواجد والمشاركة أيضا في كأس إخوان جمبر، وشاهدنا في الصالح فريق نابولي. الكرة تعود إلى الخلف، لكن هذه خطيرة، لاحظ الكرة، الاعداد والتقدم، لاحظ النقلة والتقدم بصورة جميلة، العرضية حاضرة، لكن خروج في التوقيت المناسب لحارس المرمى أليكس ميريت في اللقطة الأخيرة. اللقاء هنا الكرة والمحاولة، هذه خطيرة، لكن بعد من حارس المرمى والتسديدة أتت الكرة، لكن الكرة أيضا عادت لدفاعات فريق نابولي. برافو لحارس المرمى ميريت في التصدي، والكرات والمحاولة، حاول الآن لصالح فريق البرشا، البرشا يحاول في عرضية رأسية، لكن الكرة بعيدة في اللقطة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية. محاولة قائمة، هذه خطيرة، فيها كرة في مكان، لكن الكرة بجوار القائم في اللقطة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب. مارتينيز حاول فيها، لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة والبينية اللي أتت، وبعد ذلك الدخول، اللاعب الأسباني الموجود في صفوف فريق نابولي، لاحظ التمريرة، لكن الكرة عادت إلى حارس المرمى، عادت الكرة إلى حارس المرمى. أولاد حتى هذه اللحظة يعني ما في أمور، لكن هنا المحاولة، هذه خطيرة، لكن الكرة الماضية عدت وإلى خارج أرضية الملعب. مارتينيز مع فريق الجديد، فريق نابولي، هنا المحاولة والتسديدة، لكن الكرة بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. برافو، أسماء جديدة، دماء جديدة أيضا تشارك. هنا لدينا كرة والمحاولة لصالح فريق البرشا، محاولة الآن، هذه خطيرة، سيرجو فيها تسديدة، الله،
سجل للفريق الكتالوني هدف جميل وجابها بذكاء وجابها الولايات. لكن عندنا فترة الصباح هنا المحاولة التسديدة لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية إنسين يلعبها إلى كاخيون يحاول فيها كرة في مكان الإسباني يسجل هدف العودة لصالح فريق نابوليستا، يعود الآن ويسجل هدف التعادل.